قافلة الهدى الدعوية. طيب، بعض الناس يقول أنا الآن أخطأت، أنا الآن فعلت المعصية وأنا لوحدي في الخلوة وليس معي أحد إلا الله، طيب ماذا أفعل؟ طبعا عليك التوبة، لكن يمكنك أن تفعل شيئا ذكيا أيضا، شيء آخر. تدري ما هو؟ أن تفعل العكس. نعم، من حسن تعاملك مع الله إذا عصيته وأنت لوحدك أن تفعل العكس، أن تطيعه بالخلوة وأنت لوحدك حيث لا يراك أحد، كما أنك عصيت في الخلوة عندما لم يكن يراك أحد. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. مثل ماذا؟ يعني مثلا تصدق بالسر لأن صدقة السر تطفي غضب الرب. مثلا اركع بعض الركعات بالليل حيث لا يراك أحد، اعمل عمل خير واجعله مستمرا طوال حياتك ولو كان بسيطا، وحتى لو كان إطعام حيوان مثلا، ولكن بالسر لا يعلم بذلك أحد. فقد كان الصالحون يستحبون أن يكون للرجل عمل صالح مخبأ لا يعلم به أهل بيته ولا زوجته ولا أحد. إياك أن تكون أول الخاسرين إذا كنت في خلوتك مع الله، إياك أن تكون من هؤلاء الذين إذا حصلت لهم خلوة بالله فإن أول شيء يفعلونه له سبحانه هو أنهم يعصونه. انتبه، لا يكون الله عز وجل في قلبك هو أهون من ينظر إليك، لأنه سبحانه عزيز. أتدري أنه يستحي منا؟ كما ورد في الحديث أنه يستحي منا، فمن باب أولى أن نستحي نحن منه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.